ايوه يا استاذ. عايز اقابل الباشمهندس نديم. حضرتك في ميعاد؟ في ميعاد وهو مستنيني. طب اتفضل معايا. الاستاذ عنده ميعاد مع الباشمهندس نديم. طيب متشكرين. مساء الخير. البوب وعندي ميعاد مع الباشمهندس نديم. ما هو لو انت عندك ميعاد اكيد انا اللي هبقى عارفاه. لا دي حاجه بيني وبينه. ده على اساس ان انتوا صحاب يعني. مدام اميره، هو حضرتك مش واخده بالك مني ولا ايه؟ انا اللي ببقى مع العمده في الايفنتات بتاعتكم. مين العمده؟ عماد القط. تصدق بشبه عليك. معلش اصل كلكم بتبقوا شبه بعض. حبيبك النبي توصليني بالباشمهندس نديم. طب مش لما اعرف الاول انت عاوزه في ايه؟ لا ده سري وما ينفعش يتقال لحد غيره. خلاص احنا نكلم عمده. لا في عرضك، ده موضوع يطير في رقاب. انت مش عايز عماد يعرف انك هنا؟ ابوس ايدك، انا ما اقدرش اقول حاجه اكتر من كده. هو انت قلت حاجه؟ ومش هقول اي حاجه غير قدام الباشا. الو نديم بيه، في واحد هنا بيسال على حضرتك. اسمك ايه؟ البوب. قولي له ايهاب اللي شغال مع عماد في المخزن وهو هيعرف على طول. بيقول ان هو البوب اللي شغال مع عماد. ايه حضرتك مشغول؟ خلاص هعرف عاوز ايه وابلغك. مساء الخير. مساء النور.